وحسب اللينك عليه حسب اللي بدك. شوف وين اللي شوف اشكال والوان. بحبكم كثير احلى متابعين. وهلا دور الثلاث وحيد النجمه بنضيف زيت بهي الطريقه. الله 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 حبايب القلب، بدي اطلبكم بفيديوهاتي كيف طريقه التزيين تبعي. عملت لكم انا الخبز المقلي، طبعا لسه في اشكال ثانيه ان شاء الله بحلقات ثانيه احنا بنعمل لكم اياها. الخبز المقلي عملت لكم الفلي، شوفوا هاي الفلي، شوفوا هيدي الفلي، هاي القلوب الاشكال اللي بدكم اياها، هي عملت لكم نجمه. هاي الزبديه اللي سالتوني عنها بالمجدره بالفتي كيف عملت الزبديه بهي الطريقه. هاي الزبديه الكبيره وهي الرغيف الكامل، كيف بدك تحطه بقلبه فتوش، تحطه فيه بقلبه مجدره، تحطه فيه بقلبه اي نوع سلطه بتحبوه، ما بيتقدم مع خبز مع برغل البندورة مع اي شيء. هي الرغيف الصغير نفس الطريقه نفس الشيء. اذا بدكم تشوفوا كيف عملنا هاللوحه الفنيه كلها وهالخبز المقلي وهالاشكال، تعالوا مع بعض نشوف طريقه التحضير. طريقه الفلي بهي الطريقه. هلا كبر الفلي حسب الكبر اللي بدكم اياه للفلي. اول شغله شو بتسووا؟ الخبز المفضل عندكم هيدول بتاخذوا معدل قطع صغيره مثل هدول. هلا بتعرفوا ليش بدنا اياهم. بالنسبه للفلي امسكوا هيدي هيك بهي الطريقه، تشيلوا قطعه صغيره بتلفوا فيها، حطوا شويه مي ملزقه. هاي بابيوني مش فلي. وهلا رح نسوي فلات بس صغيره مش كبيره. قد ما بدكم فيه تكبروا الفلي وتصغروها وحسب الامكانيه حسب مثل بدك. طلع مي على الطرف بتكبسوها بس دقيقتين ثلاثة حتى تلزق، وبنقطعها دمائي بعد بالقلي بتفتح. او شغله ثانيه فيكم تحطوا العود نكاشات اسنان بهي الطريقه. هاي شكل النجمي. اذا بدك تعملوا القلب بهي الطريقه هلا بنبلش بالنجمي. لازم يكون الزيت حامي، بيطلع معكم بهي الطريقة. الله الله. وهلا بنبلش بالزبدية الثانية، أهم شيء يكون الزبدية إزاز أو ستيل مشان ما تنكسر على الحرارة. وهلا الزبدية الأكبر بهي الطريقة. في الأشكال اللي بدكم إياها تعملوها. وهلا الزبدية الكبيرة، اي قالب كيك عندكم او زبدية ازاز كبيرة بهي الطريقة، بس انتبهوا على دقيقتكم من الزيت. بتطلع ما شاء الله، شوف شوف هالمنظر، شوف احلى زبدية والله. هلا زبدية الازاز. هلا بلش يجد رغيف كامل، بنحطه بالزيت وبنضيف زيت بهي الطريقة حتى ينتفخ معنا ويصير بشكل كرة. فيكم تضيفوا من نفس المقلاية زيت او مقلاية تانية فيها زيت حامي بهي الطريقة. وطريقة الرغيف الصغير نفس طريقة الرغيف الكبير بهي الطريقة. تستخدمون هذا للضيوف عندكم، كل واحد حط له علبة فتوش فيها ومجدر اي شيء بتحبوه. وهي الفلل، الله الله على الفلل. هودي بيبيونات مش فلل، شوفوا شوفوا ما احلاه. جميع القياسات، القياس اللي بدكم اياه فيكم تستخدموه. وهدول القلوب ونجوم الاشكال اللي بدكم اياها تستخدموها للحمص للمتبل. شوفوا هاللوحة الفنية حبايب القلب. عملنا لكم الخبز بكل اشكاله، خبز المقلي. إذا عجبكم الفيديو ما تنسونا بالشير واللايك والمتابعة. بحبكم كتير أحلى متابعين، شيروا الفيديو وتابعونا على كل منصات التواصل الاجتماعي، وبشوفكم بحلقة تانية. الشيب برهان، وتذكروا دائما مع الشيب برهان لا حدود للإبداع.